الحمد لله لنا في التطور وشيء عن المسو يعني واضح ومبين علينا، بس الأهم الاستثمار المستشفيات المصانع مثل معمل السكر، معمل كولا، معمل القضايا الغاز، القضايا مشاريع مثل الزراعة، الثروة الحيوانية، اهتمام موجود، بس التطور أحسن وأكثر إن شاء الله. إذا شركات داخل وتستفاد من الأيدي العاملة العطالة البطالة قاعدين، لازم هاي حتى تصير حركة للشباب، ليش قاعد بطال؟ ما نجيب أي شركة كانت تعال تستلم، لازم شركة معمول بها معروفة بالمنطقة بالساحة العام. نحن نريد المطار يكمل، نريد المستشفيات تشتغل، الناس هاي البطالة يلقوا لها عمل وشغل، يعني احنا ما شاء الله داخ عليهم الخريج والما خريج بطلين ماكو لا عمل ولا شغل، يعني احنا شلون يعقلي عمرون معمل البيبسي، المستشفيات بجميع المكانات، هاي الميدان شركات يشتغلون مضبوط في سبيل هاي عاطين على العمل يرجعون يشتغلون. الأولية للمستشفيات، البنوك، المطار، المدارس، يسع المدارس مالنا غيحة تعباني، هاي للسقوط ليش على انتخبناها؟ غير اللي يدافعون، غير اللي يدافعون عن المشاريع وعن هاي عن الموصل، يحافظون على ملاكه، يحافظون على ارضه، ما يجيبون يشتغلون بالمشاريع نص المشروع وتركونه ومشيوا، هاي شلون يصير هاي؟ غير يكملونه هاي اكو رقابه، اكو دوله، اكو هاي يصير، لازم متابعة، لازم لجان، لازم هاي تدخل مهندسين كفاء، ما تمام، هاي ما يصير. المشاريع عجلة الزمن بالموصل فاتتنا، فانغاد للسرعة وصدق، لأن حتى نواكب الوقت اللي وقفت به هذه العجلة، فأيش انغاد لها؟ انغاد لها إخلاص ومواطنة بشكل يبين نتيجته على الأرض. يعني الناس هون اللي حد الآن تنزف عاطفيا بالمنطقة هاي، ما حد جاء وعود، هاي المنطقة الشهوان هاي كلها هي قلب الهدف كله، هو هذا المفروض يجون يحتكون مع المواطن معايشة، المسؤولين هم أهل الشأن، المسؤولين بالمحافظة يتعايشون، يجي نظام المعايشة يكون بالواقع يحس بألم. 60 دولة دمرت المدينة، 60 دولة مديدة، واحد يكشف عيوب الأخ، أما بالقصف دمرونا، بالإحياء ما يحيونا.